مشكلة بسيطة جدا. يجي الطفل يتطهر ونلاقي ان عنده انحناء، انحناء درجات، ممكن العضو منحني على نفسه على مستوى الجلد او على مستوى الاغشية اللي تحت الجلد او على مستوى فتحة البول او على مستوى مجرى البول او على مستوى النسيج الكهفي المكون للعضو الذكري. دي مشكلة بسيطة عند الطفل، ممكن الام ما تاخدش بالها ان العضو منحني وتروح وتطهره، وبعد كده الطبيب غير متخصص يطهره ونكتشف المشكلة ونحتاج الى تدخل جراحي اكتر صحيح. من مرة.